معنا من بيروت الباحث السياسي دكتور مكرم ربح. أهلا بك معنا دكتور على شاشة العربية مرة جديدة. يعني لماذا باعتقادك تأتي هذه اللقاءات بغض النظر عن يعني قدرة ونوايا منظميها، إلا أنها تأتي ناقصة للكثير من الزعامات السياسية من مختلف الطوائف، ليس فقط السنية الشيعية طبعا والسنية والدرزية، إنما أيضا المسيحية، فبالتالي تأتي بنتائج مبتورة. صحيح أن المشهد قد يكون منقوصا، ولكن المحتوى هو ممتاز. المطلوب أن يكون هذا الخطاب السيادي واضح، وأن لن يكون هناك نوع من المراوغة فيما يتعلق بالشيء الأساسي، وهو وقف إطلاق النار وانتخاب رئيس جمهورية، والأهم من ذلك استصدار نزع سلاح حزب الله. والمطلوب هنا ليس الاختباء وراء القرارات الدولية، في آخر المطاف نزع سلاح ميليشيا خارج الدولة هو في صميم الدستور اللبناني. أما لقاء مع راب بأنه لم يستطيع أن يشمل الجميع هو شيء مهم ولكن ليس الأهم. المطلوب في المرحلة القادمة أن نسقط من قاموس السياسة اللبنانية فكرة هذا الوفاق الذي استعمله حزب الله والطبقة السياسية اللبنانية لضرب أسس الديمقراطية. في آخر المطاف علينا أن ننتخب رئيسا للجمهورية يستطيع أن يحمل هذه الرسالة السيادية، ونفس الوقت يستطيع أن يتواصل مع المجتمع الدولي ليس فقط لوقف إطلاق النار، بل لمرحلة ما بعد الحرب، لا سيما إعادة الإعمار. صحيح، بس أنه في على الأقل الآن اللي ما شاركوا، شو الرسالة اللي عم بيواجهوها؟ أنه نحن خائفين، أو أنه نحن ما بدنا نطرح هلأ هيك أفكار في ظل الحرب قبل وقف إطلاق النار ومنها انتخاب الرئيس؟ أعتقد أحد أهم المسائل هو المكان، وهنا أنا كنت من المدعوين إلى لقاء معراب ولم ألبي هذه الدعوة لعدة أسباب، أهمها بأن مثل هذه اللقاءات الوطنية يجب أن تجري في محل حيادي. حيادي، أو أن يكون المكان الذي ينظم لا ينتمي لحزبا سياسيا واحدا، حتى يستطيع الجميع أن يأخذ ملكية هذا اللقاء. ولكن كما تعرف بأن الحزب القوات اللبنانية يملك أكبر كتلة، وهو يعتقد بأنه يملك هذه المقدرة على أن يدعو لهذا اللقاء. هذه ليست آخر الكون كما يقال، ولكن أنا أعتقد بأن كان من الأفضل أن يجرى هذا اللقاء في مكان أكثر جامعاً وأكثر رمزية، لا سيما محطة بيروت. طب خلينا نشوف الدكتور مكرم، هل هناك شخصية أو حزب أو جهة تعتقد بأنها قادرة الآن على تلبية ما كنت تتفضل به؟ أنا أعتقد بأن من الأفضل على كل الأطراف أن يرجعوا إلى تاريخ الحركة السيادية في لبنان. كما تعرف لقاء قرنة شهوان لم يكن يتكون من أحزاب كبيرة، بل كانوا أشخاص وأفراد وهم متواجدين الآن في الساحة السياسية، ولكن على الأحزاب الكبيرة أن تعطي نوع من إشارة أو أن تلبي تلك الدعوات. فأنا أعتقد بأن في هذه المرحلة الوعاء الصغير يستطيع أن يساع الوعاء الكبير وليس العكس. المطلوب هنا أن يتنازل الأحزاب السياسية الكبيرة التي أخطأت في الماضي، هي لم تكن متورطة بشكل مباشر بهذا الانهيار، ولكن إلى حد معين أعتقد بأنها ساهمت في تمكين حزب الله عبر هذا الكلام بأن يمكنك الحوار أو حتى طيب التفاهم. بس الرئيس بري عم بيقول 1559 صار من الماضي، الحكي بس عن 1701 وزيارات الوزراء والمسؤولين الإيرانيين إلى لبنان تجب ما قبلها من تصريحات لمسؤولين لبنانيين حتى. الإيراني لا يسهل عملية وقف الحرب، بل على العكس هو يأتي ويستعمل باطنيته السياسية ليقول بأنه يمكن أشخاص مثل بري، ولكن في واقع الحال أن استمرار القتال من قبل حزب الله بدون أخذ بعين الاعتبار الجبهة الداخلية تؤكد بأن ليس هناك من رغبة إيرانية لوقف الحرب، لا سيما بأن استمرار الحرب في لبنان هي نوع من دفاع متقدم للإيراني الذي يعتقد بأن الضربة الإسرائيلية القادمة ستكون كبيرة. شكرا إضافة جزيلا. إلى ذلك نعم تفضل. عذرني فكرتك خلصت. إضافة إلى ذلك سيدي، بأن مضبوط 1559 أصبح من الماضي. نحن نتكلم هنا بشكل واضح عن نزع سلاح حزب الله من قبل الدولة اللبنانية وليس من الخارج. ليس هناك من إمكانية للعودة إلى الطبيعة مع إبقاء هذا السلاح الإيراني الذي فشل في حماية لبنان وفشل في حماية الشيعة، وقام بتدمير لبنان وذلك بسبب حمايته للمشروع الإيراني. شكرا جزيلا لك دكتور مكرم ربح الباحث السياسي من بيروت، تحياتي إليك.